ضابط اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء. مستجدات جديده نبداها من جبهه الساحل الغربي، حيث تواصل القوات المسلحه اليمنيه وحراس الجمهوريه وبوتيره عاليه جدا تعزيز جبهات العزه والكرامه بدفعات جديده من المقاتلين الاطراف. شاهدوا في الصور هذه حديثة دفعات جديدة من أبناء القوات المسلحة الذين تمكنوا من الانضمام إلى جبهة الساحل الغربي. هاتوا البنادق، حان وقت الرد، يحرق من حرق، عبوا المحازق بالذخاير لتجهيز الفريق. جيش الطوارق ذي يشق البحر لما ينطلق وينقذ الغارق ولا يخشى المنايا في الطريق. رفعوا هيا اليوم حماس وتيرة عالية في تصوير البلد ومجلس الكهنوت وتصفية كل جيوب هذه الميليشيا. هؤلاء الرجال عازمون على أمرين، إما النصر وإما الشهادة. إن شاء الله النصر قادم وأقرب مما تتصورون جميعا بإذن الله. هناك ترتيبات اتخذت خلال اليومين الماضيين، وإن شاء الله لا تراجع عن اجتثاث هذه العصابة من الحديدة وتليها بقية المناطق بإذن الله. هؤلاء الرجال لا يهابون الموت، مستعدين لبذل الغالي والنفيس من أجل تطهير البلد من هذه العصابة. اليمن ستظل اليمنيين. صوت من خالص النية، كل الناس عيل تسعى يا عصابات حوثية، ما نبى ثورة الجرعة، هم بقايا الإمامية، يشتوى الخمر والمتعة والعود الظلامية. متجهين إلى الساحل الغربي لأداء الواجب الوطني، الدفاع والذود عن الوطن ضد هذه الشرذمة الإيرانية. وإن شاء الله سوف نرفع شعار اليمن عاليا في ربوع أرض الوطن الغالية بالروح بالدم. نفديك يا يمن. ربما لاحظتم أن القتالية العالم الطرفين إن شاء الله يقف على الحديدة. فيما عوالم عددنا زايد ويعصر قلنا لغات الغول من القابة والملعونة قناة شبوة جاتكم ضباط العسكر لبوا إن ذا طارق وطارق ذي حبونا عهدا علينا والوفاء والعهد متغير الحوثي الغدار ما لخدع الغانونة الغانونة عهد شيد الموت عند العهد والغبر والثار عند رجال حيشة ما يغلون الغانونة سلام بالروح والدم نفديك. لا مناطقية لا سلالية لا طائفية، حبهم وعشقهم ودينهم ومذهبهم اليمن. أما الدين اليمنيين هو معروف، لا أحد يريد، لا أحد يستطيع أن يزايد عليهم. هم أول من نصر الإسلام، هم كانوا في مقدمة الفتح الإسلامي ووصلوا إلى الصين وإلى أبعد من ذلك. اليوم هذه معركة مصيرية بالنسبة لكل اليمنيين، من لم يستطع أن يشارك فيها على الأقل لا يكون داعما لهذه العصابة الحوثية لكي لا يطول أمد المعاناة. تعرفونهم ويعرفونكم، إخوانكم أبناءكم. هؤلاء الأبطال جاءوا من كل محافظات الجمهورية لتحقيق هدف واحد، هو استعادة اليمن من قبضة هذه الميليشيا التابعة لإيران التي لا تعرف معنى الوطنية ولا تعرف ما معنى حب الوطن. في تعز دكت مدفعية القوات المسلحة اليمنية تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة الربيعي ومنطقة مكاير، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى. صور من الارشيف طبعا أمامكم. في إب جريمة جديدة ترتكبها هذه العصابة
بحق المواطن شمسان محمد السفياني الذي أوقفته في إحدى النقاط في منطقة بعدان بشكل غير قانوني كالعادة. طبعا هي أساسا عصابة ما تطلب منها توقيف قانوني، أصلا هي وجودها غير قانوني، فتعاملوا معه بطريقة غير مهذبة. رجل عنده كرامة، حصل شد قتله أمام الله وخلقه. جريمة أخرى تضاف، رحم الله الشهيد الشاب شمسان محمد السفياني، وإن شاء الله القصاص سيأخذ مجراه. مشاهدينا الكرام، نستمر في فتح ملف الحوثنة، حوثنة الدولة، ونتحدث اليوم عن حوثنة قطاع الإعلام، حيث واصل هذه العصابة جرائمها في مؤسسات الإعلام الحكومية الخاضعة لسيطرتها، والتلاعب بالوظيفة العامة وإحلال عناصر محسوبة عليها في مقاعد حكومية بطريقة عنصرية دون الالتفات إلى شروط أو معايير المؤهلات التعليمية للموظفين. هذا هو مصطلح الحوثنة. وزارة الإعلام طبعا تعتبر من الوزارات السيادية التي تعرضت للحوثنة وتم السيطرة على جميع مؤسساتها. يعني تخيلوا أنه في بعض المؤسسات جابوا واحد خريج ثانوية عامة نائب رئيس مجلس إدارة، واحد آخر مدرس في تربية وضعوه وزير إعلام، وطبعا تم إقصاء الكوادر الذين درسوا حتى في الخارج، وتم إقصاءهم وأتوا بناس، يعني قطاع التلفزيون أتوا بشخص متعاون، ليس حتى متعاقد مع قطاع التلفزيون، متعاون في المونتاج تقريبا، وضعوه رئيس قطاع التلفزيون. الكثير من الكوادر الإعلامية تم إقصاءهم وإخفائهم. في قناة الإيمان أيضا علي أبو طالب متعاون، ليس حتى متعاقد، وهو أصلا كان فني صوت ورئيس قناة، يعني فقط لأنه يحمل الختم المقدس. سأناقش هذا الموضوع تفصيلا مع ضيفي بالاستوديو الصحفي والكاتب السياسي علي ربيع. فاصل ونبدأ. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ارحب بك كاتب وصحفي المعروف علي ربيع. ولا شك حوثنة الدولة، انت تعرضت ايضا للاقصاء، ربما الكثير من المضايقات في ظل هذا النهج. لو تحدثنا ايضا عن البدايات لهذا المشروع الذي تديره هذه العصابة. مرحبا بك استاذ عبد الولي، ومرحبا بجميع المشاهدين لقناة اليمن اليوم. الحقيقة أن الموضوع ذو شجون، يعني وعندما نتحدث عن مسألة حوثنة الإعلام يعني أو حوثنة مؤسسات الدولة، نحن نتكلم عن مشروع تحمله هذه الجماعة القادمة من الكهوف لكي تحاول تطبيع المجتمع بثقافتها التي حملتها واستقدمتها من أماكن دخيلة على المجتمع اليمني. هذه الجماعة في الأساس هي لا تعرف غير ذاتها ولا تعترف بأي مكون آخر، يكفي أن تتطلع فقط إلى طبيعة الخطاب الإعلامي الذي تصدره إلى أتباعها وإلى المشاهدين للآلة الإعلامية التي تمتلكها، لكي تعرف عن ماذا تتحدث، عن أي عقلية تقود يعني، وعن أي عقلية تتكلم. هذه الجماعة هي جماعة قادمة من خارج العصر، قادمة من خارج يعني ما يعرفه اليمنيون من 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 على مستوى الإعلام وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى كل القطاعات الموجودة في الدولة. فعندما نتكلم عن حوثنة قطاع الإعلام، من الطبيعي جدا، أنا يعني عندما أرصد وأشاهد ما قامت به الجماعة منذ أن استولت يعني على السلطة، من الطبيعي جدا أن تعمد للإعلام. النقطة التي يجب أن نعرفها تماما اللي هي لم تحوثن الإعلام فقط يعني، ولكن إنما قامت في الأساس بتدميره، قامت بتجويع الآلاف من زملائنا الذين يعملون في هذه المؤسسات، قامت بحرمانهم من مستحقاتهم، قامت بتوفير كل موارد هذه المؤسسات لصالح العناصر الذين أحلتهم فيها،
وبالتالي من الطبيعي جدا أن تأتي جماعة تسيطر على أكبر يعني رأس في الدولة وعلى أكبر مؤسسات الدولة، فمن الطبيعي جدا أن تستولي على الإعلام وأن تحل عناصرها. هي كل عناصرها أساسا لا يحملون يعني المواصفات الخاصة بشغل الوظيفة الحكومية، وبالتالي فمن أحلتهم في ابتداء ممن عينتهم في أعلى المناصب وانتهاء بمؤسسات الإعلام التي عينت فيها من كوادرها، وأخضعت آلاف الموظفين في مؤسسات الإعلام الرسمي لهذه القيادات التي لا تفقه شيئا في الإعلام غير ما تفقهه من ترديد ملازم مؤسس هذه الجماعة. فبالتالي من الأمر يعني أمر طبيعي جدا أن نتحدث أن الجماعة قامت بحوثنة هذه المؤسسات، لكن في نفس الوقت لم تقل بحوثنتها والحفاظ عليها، ولكن قامت بتدميرها لدرجة أن تشهد في هذه الأوقات موظفون كانوا في هذه المؤسسات يموتون من الجوع، يتسولون في الشوارع، زملاء كانوا أعزاء أصبحوا بلا قوت بلا بأوى. كيف تستطيع أن تأتمن وطن على جماعة لم تستطع أن تحافظ على كادر كانت تدعي أنها تمثله وأنها تمثل وطن وأنها جاءت من أجله؟ من نعم أجل نعم نعم نعم. إذن هذه أيضا شملت الحوثنة، شملت كثير من المؤسسات. تذكر هنا مؤسسة الثورة، أكبر المؤسسات الصحفية في البلد، تم تجريف مواردها والتعامل بمنطق الملكية الخاصة لهذه الجماعة، ومن ثم وضعوا بعض الأشخاص الذين ربما لهم معايير خاصة. هل حدثنا عن معايير التعيين في المناصب الإعلامية؟ أريد أن أشير إلى موضوع آخر يا أستاذ عبد الولي في هذا السياق. يعني الموضوع لم يكن غرض الجماعة الحفاظ على إعلامي الجماعة والمحسوبين عليها والمنتمين إلى سلالتها لا يعانون، هم يستلمون مرتباتهم أولا بأول من الهيئة من الهيئة الإعلام. نعم، وهي ممولة وأموالهم تأتي من الضاحية الجنوبية شهريا، وبالتالي فهم لا يعيشون ما يعيشه معظم الإعلاميين اليمنيين. أنت يعني خلال الثلاث سنوات زملاء تساقطوا، لم زملاء طردوا من منازلهم لأنهم لم يستطيعوا دفع إيجارات بيوتهم، زملاء مروا بظروف عصيبة ومرضية، يعني لم يلتفت إليهم أحد لأن هذه الجماعة لا تفكر إلا فقط بمشروع وبالمنتمين إلى هذه السلالة. يعني هم الذين تضعهم نصب عينيها وهم الذين تلتفت إليهم، لكن بقية أبناء الشعب اليمني هم خارج اهتمام هذه الجماعة. من الطبيعي جدا أن تقوم بتجريف الإعلام وأن تقوم بتجريف المؤسسات، أن تقوم بال يعني عندما هي تقود خطاب في الواقع يعني من خلال مؤسساتها الموازية، المؤسسات التي تديرها، الإذاعات الكثيرة التي تمتلكها التي عينت فيها من أتباعها في يعني هي تقود خطاب ديماغوجي، تدعي أنها تحب الوطن، تدعي أنها تقاتل من أجل الوطن وهي في حقيقة الأمر. لكن إحنا بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة وكان حديث عن الغدير وعن المناسبات الخاصة. أنا من وجهة نظري أنا لا أعترض، نحن يمنيون أولا وآخرا، لكن محاولة أن تفرض ثقافتك أو ما يمكن أن تعتقده على قطاعات الشعب الأخرى هنا المشكلة. نحن مجتمع يمني يؤمن بالتنوع ويؤمن بالتعدد، لكن الجماعة جاءت لإلغاء كل شيء ليصبح الصوت الأوحد المسموع هو صوتها واللون المعروف هو لونها فقط. هي لا تؤمن بالتعايش ولا تؤمن ولا تؤمن بأي شيء آخر، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون خطابها في هذا السياق. بدأت تحمل شعارات براقة وفضفاضة والعدالة والمساواة والجرعة، وقادت خطابا في هذا السياق، انجر الكثير من المخدوعين إلى هذه الشعارات، لكن تكشفت الحقائق. أصبح المجتمع اليمني بكامله يعني يعرف أن هذه الجماعة هي تقول الكذب وهي تقول الزور، لأنها في حقيقة الأمر تدافع عن فكرة ضيقة لا يمكن أن يبنى عليها وطن، فكرة جماعة، فكرة سلالية، وأيضا مرتبطة بسياقها الخارجي في نفس الوقت. وبالتالي يصعب جدا أن, 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 أن تستطيع أن تحكم بلد مثل اليمن، ويستحيل عليها أن تطوع هذا الشعب. على الأقل يعني نحن نتحدث عن مؤسسات الإعلام الرسمية اللي هي الممولة من
من الحكومة أو من الشعب يعني. نعم. لا نتحدث عن الخاصة، إذا كان يعني نتحدث عن حرية فكر أو شيء، في قنوات لديهم قنواتهم الخاصة ولديهم إذاعاتهم أيضا الخاصة، لكن لم يكتفوا بذلك، أرادوا أن تصبح لون واحد فقط. هذه المؤسسات في الحقيقة، في حقيقة الأمر حتى الجماعة، حتى الجماعة لا تعول عليها، إنما كان الغرض الأساسي من السيطرة عليها هو ترقيع هذا هؤلاء الزملاء والأحبة من العاملين في هذه المؤسسات. الغرض الأساسي هو السطو على هذه المؤسسات وتدميرها والعبث بها وتحويلها إلى أدوات تابعة للميليشيات في إطار الخطوط المرسومة للجماعة، لكنها في الحقيقة لا تمثل الخطاب الذي تقوده الجماعة. تخيل أن خطاب زعيم هذه الجماعة لا يبث من قناة المسيرة ثم يعمم بعد ذلك على بقية القنوات والمؤسسة الرسمية. يعني أي خبر يبث من 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 أخبار الجماعة يبدأ عن طريق المسيرة ثم يعمم إلى بقية موقع المسيرة، هو الذي ينشر الخبر ثم تنشره النسخة الموالية للجماعة من وكالة سبا. وبالتالي فهذه المؤسسات يراد لها أن تكون في الهامش، لا مستحقات ولا أجور ولا حقوق، والناس الذين فيها أفنوا أعمارهم. أساتذة أجلاء يا صديقي العزيز أفنوا أعمارهم في خدمة الإعلام. أساتذة يعني لا نريد أن نسمي أسماء، لأنني والله أستحي وأنا في هذا المقام أذكر أساتذة كبار يموتون جوعا في ظل حكم الميليشيات، لا يقدرون أحد ولا يقرون لصاحب خبرة ولا مهنة. وبالتالي كل ما يهمهم هو أن تكون سامعا مطيعا وأن تستمع كلامهم، ويريدون منك أيضا أن تدفع لكي تحضر إلى المؤسسة أو الجهة التي تعمل فيها مجانا، لكن هذا هو القصد. لكن الإعلاميين التابعين لها سأل عن دور النقابة، ورحب بالزميلة فاطمة مطهر عضو المجلس المركزي لنقابة الصحفيين اليمنيين. مساء الخير أستاذة فاطمة، والحديث اليوم عن حوثنة قطاع الإعلام في اليمن وتحويل تحوير خطابه بالأصح إلى خطاب طائفي، بالإضافة إلى السطو على كل مؤسسات الدولة، هل رصدتم هذه الحالات في النقابة؟ مساء الخير عليكم. نقابة الصحفيين في ظل هذا الظرف يعني الخاص وتحت أزمة تعمل اقتصاد جهدها بالفعل بزملاء هناك الموجودين في رصد الانتهاكات منذ الأيام الأولى للحرب، منذ إيقاف العديد من الصحفيين في المؤسسات الرسمية الذين تم إيقافهم رسميا. ويتم رصد كثير من الانتهاكات، خاصة وما زلنا في رصد دائم الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في من قبل الميليشيا الحوثية. نحن في ظروف صعبة، يعني النقابة والزملاء هناك وتحت الخطر في الأخير، لا توجد حماية، ونشكرهم طبعا على ما يقومون به من رصد لهذه الانتهاكات وهذه التعسفات الحاصلة في الجانب الحقوقي فيما يخص الصحفيين. في البداية كان هناك إقصاء للكثير من الكوادر الصحفية في كل مؤسسات الدولة. نعم كان هناك إقصاء وفصل تعسفي شمل العشرات من الصحفيين في المؤسسات الرسمية، خاصة من الذين وقفوا ضد الميليشيا وسيطرتها على المؤسسات الإعلامية. التغلغل في المؤسسات الإعلامية وتعيين كوادر تابعة لهذه الجماعة، ما المعايير التي اعتمدت في هذا الجانب؟ أعتقد هي جماعة في الأخير لا معايير لها، هي قائمة على أفكار سلالية طائفية، أفكار هل معيار ولا هو عطى عليها الزمن. أعتقد أنه سننتظر منهم أن يكون لديهم معايير، غير أن تكون هناك مناصب من أشخاص يؤمنون بأفكارهم، أشخاص يضمنون ولاءهم وتبعيتهم لهم، فخاصة في المناصب والمفاصل الرئيسية.
هناك أيضا زملاء لا زالوا يعملون في هذه المؤسسات. صراحة أنا لا أستطيع أن أقول أن كل من يعمل الآن في المؤسسات الرسمية التابعة لل أو الذين ينشطون عن الحوثيين هم في الحوثة، ولكن هناك أيضا اصرار للعمل في تحت ظل وحكم هذه الميليشيا سواء في الإعلام أو في غيره. فطبيعي أن يكون الولاء هو المعيار الأساس، وأيضا كسب وتأييد موالين جدد. يعني أنا عندما أجد مثلا في وكالة سبأ مثلا ما يسمى أو منع عين من هذه الجماعة نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اسم كبير جدا، ويجيب له أحد سنة ثانية إعلام. نعم هذا طبيعي، لكنه يعني لا يمتلك الخبرة الإعلامية، ولكنه يمتلك الولاء والإيمان. قناة الإيمان كان في المخازن الفنية موظف، يعني موظف في المخازن الفنية أيا كانت وظيفته. عندما أجد رئيس قناة أخرى، رئيس القناة الرئيسية متعاون من العام 2012، ليس حتى متعاقد، يعني فني منتج. قلت لك أنه يعني إحنا نحترم الزملاء، يعني لا نقلل مشا، لكن هذه مؤسسات، هذه مؤسسات، يعني الناس أفنوا عمرهم علشان يصبح محرر، علشان يصبح رئيس قسم. لكن هذا الخطأ، لكن هذا الخطأ في الإقصاء أيضا تعرض له الصحفيين كبار أيضا من قبل الشرعية للأسف والمؤسسات الإعلامية الآن التي تتبع لها. هناك أيضا إقصاء من قبل الشرعية، لم يتم استيعاب الكفاءات. هناك كفاءات إعلامية، ناس أفنوا عقود في العمل الإعلامي وفي المؤسسات الإعلامية الرسمية، تم تجاهلهم أيضا من قبل الشرعية، حتى لا يتم صرف مرتباتهم وحفظ ما أجورهم وكرامتهم. يعني الإقصاء أيضا الشرعية أيضا تجاهلها للإعلام ولقطاع الإعلام وللمؤسسات الرسمية له دور كبير أيضا، وفي في 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 غياب كادر كبير من الإعلاميين. أيضا المؤسسات التابعة الشرعية للأسف هناك قلة فقط من كانوا عاملين فيها، والبقية أيضا تم استقطابهم من جهات أخرى وليسوا ولم يكونوا جزء من المؤسسات الإعلامية هذه في يوم من الأيام. يعني أيضا إعلاميين لا ينتمون لهذه المؤسسات، وبعضهم ليس إعلامي ولكنه ادخل إليها، وتم إقصاء الكفاءات وناس من مؤسسي هذه المؤسسات الإعلامية. نعم، ابقي معي أستاذ فاطمة. أعود لك أستاذ علي، و يعني وضع الصحفيين بالتأكيد ووضع سيء حاليا، خصوصا نسمع عن أسماء وعن زملاء يعني جار عليهم الزمن، فوصلوا إلى حافة لا أدري الفقر كلمة قليلة. يعني كيف تصف حال الزملاء الآن في المؤسسات الإعلامية وهم بدون رواتب؟ يا صديقي، إلى قبل أسابيع أنا كنت في صنعاء وعلى اطلاع بأحوال الكثير من الزملاء، سواء كانوا صحفيين أو مذيعين أو فنيين أو من الموظفين في المطابع، أو يعني ظروف الجميع لا تسر. هؤلاء الناس وجدوا أنفسهم في قبضة عصابة لا تخاف في الله ولا فيهم إلا ولا ذمة، لذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه الأوضاع. نحن نعذرهم، هؤلاء الزملاء الأعزاء ليس لهم علاقة بالجماعة، ولكنهم بالفعل فهؤلاء الزملاء يفترض إن كانت هناك جهة يعني تعتقد أنها هي التي تمثل الوطن، وأنا ألمح في كلامي هذا بصريح العبارة إلى الشرعية، هؤلاء يجب أن تجد لهم حلا، يجب أن تصرف رواتبهم، يجب أن تحسن ظروفهم، يجب أن تنقذهم، يجب أن يقدم إليهم ما يسد الرمق. أنت إذا كنت أنت تمثل السلطة المشروعة والسلطة التي تمثل اليمن، فيجب عليك أن تبادر لصرف مرتبات ومستحقات هؤلاء الزملاء الأعزاء العاملين في جميع المؤسسات الإعلامية دون استثناء. أما الجماعة فهي الجماعة الحوثية، فهي لا تلتفت لأحد ولا يهمها أحد، وهي
هي اصلا لا تتعامل بمنطق السياسه ولا بمنطق الحياه، هي تتعامل بمنطق الموت، من يموت هي تعده شهيدا حسب زعمها طالما انه مات في خدمتها، لا يهمها، لا يهمها ان هناك المئات من الاسر تتضور من الجوع، وبالتالي فأمر طبيعي جدا أن يكون هذا سلوكها وأن يكون هذا ناجها. من الطبيعي جدا أن تقوم بتدمير هذه المؤسسات، هي لا تهتم فقط إلا لعناصرها وأتباعها والذين يدينون لها بحقيقة الولاء ويمالئونها على ناجها الفكري والطائفي البغيض. إذن أستاذة فاطمة، يعني اتجاهات الخطاب الإعلامي في عهد الميليشيا الحوثية، يعني كيف يعني يمكن تشخيصها؟ هو في الأخير خطاب هدفه الأساسي هو الترويج لفكرهم الثلاثي الثلاثي لأيديولوجيتهم لتغيير الوعي، وهذا هو الخطورة أيضا تحكمهم في أجهزة الإعلام الآن، لأن الإعلام أداه مهمة، هي تعتبر الأهم، وهي يعني بدأنا نسمع للسلاح وللجيش وللجندي. يعني بدأنا نسمع احنا مثلا في القنوات التي تديرها هذه الميليشيا، وكان احنا نستمع لتلك القنوات التابعة او المولة من ايران. من ايران؟ لا نعم نعم، يعني هي الان تقوم بتغيير وتغيير وعي مجتمعي بهذه الثقافة، وخطورة هذه خطورة هذا الاستمرار في هذه وإطالة حرب امد الحرب، خطورته في أنه في اللاوعي، يعني الشباب الآن الأطفال سينشأون على هذه الثقافة، سينشأون على هذه الأفكار، سينشأون على هذا الإعلام من الأسف، وأيضا يوازي. فهذا الجنبين الآن التعليمي والإعلامي هما الآن يشتغلوا عليه لتغيير الوعي المجتمعي، وإن كان هناك رفض طبعا لهم، ولكن في على المدى البعيد سيصبح له تأثير بالتأكيد للأسف. إطالة الحرب عليهم أيضا، وعدم وجود أيضا ليس فقط في الهجوم فقط عليهم، ولكن أيضا في ترسيخ القيم الأساسية في اليمن، يعني الآن تغيير قيم التركيز على قيم الجمهورية، على قيم الديمقراطية، على قيم اليمن الواحد، على القيم التي نشأنا نحن عليها بعيدا عن الطائفية الدينية، بعيدا عن هذه الأفكار القادمة الآن من إيران. نعم أستاذ علي، يعني العديد من الزملاء تعرضوا تحت التعذيب، هذه الحالات هل يمكن أن تمر هكذا دون عقاب؟ يا صديقي، لكل ليل آخر، لكل ليل آخر. هذه الجماعة لا تتورع حتى عن مضايقة وقمع وملاحقة الموالين لها في الأساس. وعلى سبيل المثال وزيرها للإعلام، وزيرها للإعلام يعني هو في الحقيقة لا يستطيع أن يدير شيئا من شؤون الإعلام، لأن هناك الأيادي الخفية هي التي تحكم الإعلام، وظهرت يعني خلافات في هذا الموضوع، وتم تحذيره على أن يصمت لأنه ليس له صلاحية أن يدير يعني ولا أن يتحكم ولا أن يحكم، يعني لا يصدق نفسه يعني. طبعا يعني أنت مجرد يعني شاقي بالمصطلح اليمني، أنت مجرد رجل طرحناك في هذا المكان، لكنك لست متخذ القرار ولست من واجهة ديكورية بالأصح. إيه؟ واجهة ديكورية. نعم واجهة ديكورية، وبالتالي تجد أن الوزير المعين معهم من خارج نطاق السلالة هو وزير شكلي وصوري، لكن الذي يحكم الوزارة هو نائب الوزير أو وكيل الوزير أو شخص آخر من خارج الوزارة، المشرف الذي يعني أصبح ماركة مسجلة في إدارة وتنغيص شأن الحياة بكاملها وتدمير المجتمع داخل صنعاء وبقية مناطق المحافظات الخاضعة لهذه الجماعة. نعم أستاذة فاطمة، يعني يتحدث الجميع أين دور النقابة، أين دور المنظمات الحقوقية، الناشطين يعني الدوليين والمحليين، يعني من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الحريات العامة في اليمن. في الأخير النقابة المنظمات الدولية هي أدوات مدنية، يعني كل ما نستطيع أن نقوم به أو تقوم به هو مجرد الرصد للانتهاكات ومتابعة المقتتلين، محاولة معرفة مصيرهم، تواصل مع أهلهم، رصد كافة الانتهاكات الحاصلة،
ولكن أنا يعني توثيق كل الجرائم التوثيق هو جزء مهم لأنه سيتم هناك معاقبة وملاحقة، لا يوجد إفلات من العقاب عندما سيحال هؤلاء الذين قاموا بجرائم ضد الصحفيين، من إخفاء، من حاجز، من تعذيب، سيتم ملاحقتهم. هناك برامج أيضا دولية فيما يخص هذا من المنظمات الدولية بملاحقة الجناية، يعني يمكن رفع قضايا في محاكم دولية ضدهم. لكن أسف ربما من الجانب المقصر في هذا هي فيما يخص الحريات، هي الدول الآن خاصة الدول العظمى وكذا غير مهتمة بالجانب الحقوقي الآن. يعني عندما نقابل بعض السفراء أو المنحقين الإعلاميين خاصة بالدول العظمى والدول المهتمة بالشأن اليمني، للأسف الشأن السياسي الآن وشأن الحرب هو المسيطر، لا توجد أولوية للجانب الحقوقي للأسف. فما نعمله الآن هو التوثيق، لأن التوثيق هذا جزء مهم في مبادئ تعود الأمور إلى نصابها، لكن الآن السياسة هي ربما هي تتحكم في كل شيء يعني. نعم، وهذا هو المتاح أمامنا، يعني القدر المستطاع هو التوثيق ومساعدة الضحايا من المحتجزين والمكتفين ومتابعتهم. أشكرك جزيل الشكر الزميلة الصحفية فاطمة مطهر، عضو المجلس المركزي للنقابة الصحفيين، كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا. إذن عصابة الحوثي الإرهابية تعمل من أجل حوثنة مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها وتشدد قبضتها على كل المفاصل. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. بعد أن أحكمت سيطرتها على كل مؤسسات الدولة وإقصاء من لم يكن منها، تواصل جماعة الحوثي الظلامية مرحلة الاستبداد الديني الكهنوتي والعنصرية السلالية المقيت، أزا حوثنة مؤسسات الدولة وتجريف الوظيفة العامة التي تعتبر جريمة نكراء تمارس ضد كرامة وحرية وتطلعات وآمال، والتي سعت الميليشيات لحوثنتها منذ 4 سنوات، حيث استبدلوا العشرات من القيادات الرفيعة والمتوسطة المهنية بكوادر موالية لها، ووظفوا 100 من عناصر في جميع المؤسسات الإعلامية ضمن مخطط لحوثنة الإعلام الحكومي كسرطان داخل مؤسسات الدولة، مما تسبب بمغادرة الكثير من الإعلاميين الذين غادروا البلاد خوفا من بطش هذه الميليشيات الإجرامية بسبب انحيازهم لوطنهم واحتراما لمهنيتهم. ميليشيات الحوثي الإرهابية باتت تهيمن منفردة على الإعلام الرسمي في صنعاء من أجل التضليل على الشعب وأحياء أفكارا بالية عفا عليها الزمن وأصبحت من مخلفات الماضي الأسود البغيض. الجماعة الحوثية لن تكتفي بحوثنة الدولة فقط، وإنما تسعى إلى حوثنة المجتمع من خلال وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجيتها الرجعية. هذه العملية هي أخطر بكثير من حوثنة الدولة، لأن حوثنة الدولة يمكن تلافيها في أي وقت من الأوقات، بينما حوثنة المجتمع يصعب تلافيها أو معالجتها على المدى القريب أو المتوسط. خطر المشروع الحوثي يشكل خطرا حقيقيا على الدولة وعلى مستقبل الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وحرية التعبير والصحافة، ويشكل خطرا على النسيج الاجتماعي وعلى الأمن والسلام والاستقرار والعمل بروح واحدة من أجل إنقاذ اليمن وتخليصه من براثن المشاريع الإيرانية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عود إليك أستاذ علي. ولا شك أنه الإعلام يمثل أهمية بالغة في تشكيل وتكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته، يعني لا يحد يعني يمكن القول بأن هذه الجرعة التي تحاول هذه العصابة بثها عبر وسائل الإعلام يمكن أن تنطلي على المجتمع وتغير فكره، ومن هي الفئات التي يمكن أن تتأثر بهذا الخطاب؟ يا صديقي، الإعلام يعني كما هو معروف ومعلوم هو من أخطر الأدوات التي يمكن أن تستخدم في تضليل الشعوب والضحك عليها، وهو من ضمن الوسائل التي نظرت إليها الميليشيات منذ الوهلة الأولى على أنها
أداة يعني سوف تساعدها في تنفيذ هذا المشروع، ولذلك لا غرابة أن تجد أنها تبنت إنشاء أكثر من 25 إذاعة FM، لأنها تركز على بسبب الظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد أصبح المحتوى المرئي صعب المنال، لا كهرباء يعني لا خدمات، فبالتالي بدأوا يركزون على هذه الإذاعات المسموعة وعلى الأهازيج والأناشيد التي تنتجها هذه الجماعة من أجل تفخيخ عقول المستمعين، وبالتالي فهي تركز وتراهن على هذا الباب. هذا من جهة. من جهة أخرى، مهما كان المجتمع يعني صامدا ومقاوما، لكن هناك تجري عملية تجريف وحفر يومي، وكما قالت زميلتنا الأستاذة فاطمة يعني مع استطالة أمد الحرب يعني الجماعة كل يوم تستقطب أتباعا جددا في هذا الباب، وناس مغرر بهم، وناس ربما ينجرفون إلى تيارها بسبب افتقادهم إلى لقمة العيش. إلى أي حد تستفيد هذه العصابة من المنظومة الإعلامية في الترويج لأكاذيبها وبث يعني حالا الرعب لدى المواطنين والتخويف من هذه العصابة؟ لا الإعلام أداة يعني خطيرة جدا في الترويج يعني للأفكار الضالة والمنحرفة التي تتبنى هذه الجماعة، لكنها أنا أقول لكنها لن تستطيع تجريف وعي الشعب بكامله. إن استطاعت أن تضلل على الـ على الـ على الـ على الـ على الأكثر جهلا والأكثر يعني والأقل تعليما، فإنها لن تستطيع أن تضلل عامة الشعب، ولا بد من يوم أن يأتي ويعود الحق إلى نصابه. هذه المؤسسات التي تديرها الآن هي أصبحت مؤسسات مهلهلة ومدمرة ولا تمتلك أي قوام لتكون مؤسسة حقيقة. أتحدث عن المؤسسات الإعلامية الحكومية، هي تعتمد بالدرجة الأساس على المؤسسات الإعلامية التي تديرها وتمولها والتي تعمل أيضا من خارج اليمن في الضاحية الجنوبية كما هو معروف، والتي ينفق عليها بسخاء من أجل أن تواصل مهمتها في الترويج لهذه الجماعة ولأفكارها. الفكرة الأساسية يا أستاذ عبد الولي أنه التي يجب أن نعرفها جميعا كيمنيين، هناك خطان لا ثالث لهما، إما أن تكون يمنيا وتنتصر ليمنيتك، وإما أن تتنازل عن إنسانيتك، لأن الإيمان بفكر هذه الجماعة هو اعتقاد بما دون إنسانية الإنسان، امتهان لكرامة الإنسان. نعم. الصحفي والكاتب السياسي علي ربيع، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لي في هذا اللقاء. أعود إليكم مشاهدينا الكرام وأبدأ بتلقي اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أرجو من الجميع استغلال الوقت الدخول في الموضوع مباشرة، و يعني كالعادة إغلاق صوت التلفزيون عند البدء بالمشاركة. فاصل ونبدأ. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. طبعا الإعلام جهاز خطير جدا، خلال 56 عاما من عمر الثورة اليمنية كان هناك محاولة لإلغاء وزارة الإعلام من أجل أن الإعلام يظل حر ولا أحد يتحكم فيه ويكون مملوك للشعب، يعني تظهر في الإعلام كل الأطياف الموجودة في المجتمع بالشكل المتفق عليه. متفق عليه هو الدستور والقوانين، كل ما يخالفها ممنوع، انتهى الموضوع. هذا يتعلق ب يعني على الأقل في القطاع الحكومي، القطاع المملوك للدولة، هذا يعني كحد أدنى. نبدأ بأول متصلين. ألو، شاعر بني هلال دائما في المقدمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يقول اللي ما يخاف الله خاف يعمل عفانة، يعني يعمل عفانة، يعمل شيء مو طيب. اللي ما يخاف الله يعمل عفانة. الصحافة بقوة السلاح مسيطر عليها، حكم كهنوت بيقضي عليها،
حسبي على الحوثي، والله حسبي على الحوثي والله بيفعل، حسبي على الحوثي والله بيقضى عليها، حسبي على الحوثي والله بيقضى عليها. وسلامك. اختصار الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. ابو صقر ايضا باختصار. يا حبيبي، الاعلام والديمقراطيه اللي كان بعهد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله 1,000,000,000 رحمه، رحمه الله 1,000,000,000. والله يا عبد، يا عبد الولي، انك نحن في حريه، انك نحن في حريه ينجل ونظاهر. وانا كنت اشوف ساكن مقابل السفارة السعودية، وساكن يعني عدة عندي جماعتي أخواتي وأخواني يعني في عدات جنوب سوف الكويت المنطقة، عرف صنعاء على زغزغ. والله كانت حرية إن من الدروس بعد عبد الله صالح، ما أبو العسكري يبحث، العسكري يبحث، الأمن مين يرفع صوته؟ الأمن يا عبد الولي، المغرب عمره 70 سنة بالحديدة، قسم الله ينصر الحق، الله ينصر الحق. أعطيك كف لما نزل أسامي من لقمة لما قالت الله ينصر الحق، يعني ما ينزلوا على حق. وأنا أقبل رؤوس اللي خرجين بشماله، أقبل رؤوس الحرم اللي خرجين بشماله، أقبل على رؤوسهم. والله والذي نفس محمد بيده، لو كنت موجود إننا بكون أمامهم، والله لو كنت موجودة في صنعاء أكون أنا أمامهم. وإن اليوم إننا وإن شاء الله يا أبو طارق، يا ابو صقر، ابو صقر، يا ابو صقر، بالتاكيد الناس كلهم على قلب رجل واحد، و يعني ربما فقط بس ظروف الناس ربما لا تسمح بالمواجهه الكامله، الناس تغلي وان شاء الله يكونوا عند حسن الظن. احييك ابو صقر، واسمح لي اخذ اتصال من ذمار ابو طارق. نعم يا ابو طارق، تفضل تفضل، تعال هوا. مساء الخير عبده، مساء النور العافيه حبيبي. اقول لك قبل ما ادخل في الموضوع، اسمح لي ان اقول انا امس يعني هو قطع الاتصال لانهم حتى الموبايل حوثنوها وسرقوا الوحدات وبيسرقوا التخطيط. على العموم امس انا سمعت الاخ احمد سكيا، وتفاؤل كبير عند الاخ احمد سكيا، ولا ادري التفاؤل هذا ما سببه، وهل هو يعيش في اليمن؟ المرتبة حقنا أولا، إذا حوثنت إذاعة صنعاء ونقل قدرات بثها الإذاعي للقناة المسيرة، لإذاعة المسيرة وصوت الشعب والإذاعي، وأيضا صحيفة الثورة وكل الصحف الرسمية، إذاعات متطرفة تبث فكر متطرف يعبر عن كاب الله، أخذت قدرات الإذاعات الرسمية، أخذت فريقة الإذاعة الرسمية قدراتها البثية. الآن صنعاء، إذاعة صنعاء التي كانت تسمع على مستوى الشرق الأوسط، أصبحت الآن لا تخرج من محيط صنعاء، من محيط ضواحي صنعاء، والمسيرة أقوى منها وصوت الشعب أقوى منها، لأنهم لا عصابة يا حبيبي. لا تستطيع تقول أن هذا العصابة تمثل نهج دولة جاءت كي تؤسس دولة وتبني مؤسسة. شكرا لك. استمع العريقي من عدن، تفضل عريقي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. سلام، تفضل تفضل تفضل. الله يتربى عليك. اولا نترحم على روح الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله عليه وعلى رفيقه عارف الزوبي الوفاء ان شاء الله باذن الله، يرحمهم جميعا. ثانيا ان شاء الله نشارك بالدعاء الذين هم بالجماعات الطوارئ والعمالقه وكل من يريد ان يحرر اليمن من ركش المبوس اولا. ثانيا لدي مداخله شهريه. طيب على طول هات. حياك يا عبد الولي. قول يا ابناء فارس والمقوس لا تحلموش تحكموش هذه اليمن كلها وحوش بحرها عميق فيها الاسود الضاريه والوحوش. نعم كمل. عريقي لا تسمع التلفزيون، كمل الوقت بيروح. حياك حياك
تحياتي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك يا عريفي. يعني اليوم احنا بنتحدث عن حرية الرأي. يعني رجل قتلوه الشاب شمسان السفياني وقتلوه في احدى النقاط لانه سأل اعترض على الاسلوب الغير مهذب، احتجزوه ساعتين ولما اعترض عليهم قتلوه. يعني هذه جماعة جاية من مش حتى الكهوف، هؤلاء جاية من قعر التاريخ. استمع لفاطمة من تونس. من جوزكم؟ ألو. سبع سنين تو سبع سنوات من أقول ألو. أسلم. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا ولدي. يا مرحبا يا ولدي، من فضلك الله يخليكم والله ينوركم ربي، إن شاء الله يبعد عليكم جميع البلاوات يا ولدي. ولدي عنده تو سبع سنوات عندكم غادي واخذ يمنية وداخل دخل الحبس، وتو ما نعرفش مش يخرج اليوم ولا ما عرفش يخرج. شوفوه لي حتى حي ولا ميت، هاد نعرف وكاو عايز ولدي العزيز. ايش اسمه؟ الله يخليك. ايش اسمه؟ اسمه مراد عياد. هو راه جنسيته فرنساوية وتونسي، ابوه في فرنسا. مراد عياد جنسيته من فرنسا فرنساوي وتونسي. واحدة يا فاطمة، مراد عياد تونسي. اي عياد ولا عياش؟ عياد. مراد عياد. مراد عياد تونسي مقيم في اليمن، مختفي منذ سبع سنوات، انقطعت اخباره. مجاتة أخباره سبع سنوات. في أي تعرف في أي محافظة أو في أي مدينة كان يشتغل أو؟ هو واخد يمنية، واخد يمنية. متزوج يمنية. إيه عنده أربع صغار، وما حتى مرته زاد كانت تتصل بيه في الحبس، ما عادش تتصل بيه، وإحنا ما عندناش عليه أخبار، عالبنا بيه في الحبس وبس أكاهو. الله يفضلكم الله ينوركم ويبعد عليكم البلاوات ان شاء الله. من تتوفر لديه معلومات عن المواطن التونسي مراد عياد المنقطع اخباره منذ سبع سنوات يرجو التواصل بالبرنامج. شكرا لك. وهناك ايضا ارقام للواتس حتى بالرساله، نرجو التواصل مع البرنامج لمن لديه اخبار عنه. اخذ اتصال اخر. الو. الو مرحبا. الإعلام طبعا اليوم يعيش يعني وليس إعلام ما تمارسه هذه العصابة، هو 56 سنة من عمر الثورة تجاوزوا كل المصطلحات المناطقية والطائفية ولا آخر ذلك. يعني الناس يدرسوا في المدارس، يعملوا في المؤسسات الدولة، لا أحد يعرف أو لا أحد يهتم بمسألة حتى من أي منطقة أو أي مذهب. المذاهب انتهت، ما فيش عندنا مذاهب ولا في عندنا أي يعني ولاءات خارج الدولة. كل المعايير هي تتعلق بالعمل، بالاجتهاد، بالنجاح وبالإنجاز. اليوم لدينا معايير جديدة، يعني مجرد أنه يكون عندك مثلا فقط أن أنت تنتمي إلى هذه العصابة يكون لك حظوة في الحصول على المنصب. نستمع لأم أمجد من القاهرة. أخي العزيز، مداخلتي هذه الليلة وأنا استمعت للبرنامج ولم أطرح فيه هو أن ما يحدث في المؤسسات الإعلامية لا يختلف عن ما يحدث في بقية المؤسسات في صنعاء وفي غيرها من المدن. والشيء الظاهر هو الاهتمام المتزايد والاهتمام البالغ التي توليه جماعة الحوثي للمؤسسة الإعلامية. وسائل عديدة وحقيقة يعني ليست وسائل، يعني ليس توظيف متدني ولكنه توظيف عالي جدا، توظيف يعني نستطيع أن نسميه تأثيره قد يكون كبيرا على الشعب. هذا الشعب المسكين الذي لا يمتلك الوعي الكافي ولكنه يمتلك الحس الكافي للإحساس بمن هم في صفه ومن هم دونه. ولو تلاحظ أن توظيفه للمؤسسات الإعلامية مثلا يوظف الزامل لمخاطبة العامة، يوظف اللوحات الإعلامية والصور
للمثقفين، هو يخاطب الجميع. ويجب أن تتنبه المؤسسات الإعلامية الوطنية لهذا الدور الذي تطلع به. هناك مواجهة ثقافية، هناك هناك حرب ثقافية، افترض أن تكون في ثورة ثقافية، في حرب ثقافية ليس فقط مواجهة عسكرية. الملاحظ اسمح لي، الملاحظ أنها لم تؤثر، لم تؤثر على الشعب اليمني، لا في طبقاته المثقفة ولا في طبقاته الأمية. ملاحظ، أنا ألاحظ وأنا في الشارع في اليمن، وأنا في القرية، وأنا في المدينة، وأنا في السوق، أن الكثير يحبون سماع الأغاني الحوثية لأنها زوامل، لأنها في صميم الشعب، في وعي الشعب، جزء من الزامل، جزء من الوعي الشعبي اليمني. لكن يعني ربما كان في البداية كان الناس مخدوعين، الآن الأمور تحولت، الآن هناك تغير في هذا الجانب، الناس ما لا يطيقونهم الآن، ولا يطيقون حتى استماع لزواملهم. يعني كان في البداية الناس مخدوعين فيهم، والكثير ونحن خدعنا أيضا، يعني خدع الجميع، لكن لا زال حتى الآن من يستمع إليهم ليس لأنهم مؤمنين بفكرهم، وليس لأن محتوى الزامل هو مؤمن به أو متقبله، حتى هو يرفضه ويسخر منه، ولكن لأنه يستخدم جزء من ثقافتك. هذا في جانب، في جانب نرى لوحات، اللوحات في الشوارع الصنعاء الكل يسخر منها، ومع ذلك نرى الجماعة أنها مستمرة برغم أنها تعلم استمروا. هم بيحاولوا يعطوا انطباع، بيحاولوا يعطوا انطباع للناس ان هم مسيطرين على كل شيء، فيما يزيد كره الناس لهم كل يوم. يعني انا ما اريد ان اوصل اليه ان على المؤسسات الوطنيه ان تدرك حجم الخطر من توظيف جماعه الحوثي للمؤسسات الاعلاميه المسموعه والمرئيه والمكتوبه، وان تكون عند مسؤوليتها لدرء هذا الخطر عن المجتمع اليمني بكل أطياف. شكرا جزيلا لك أم أمجد، وبداخلة يعني عميقة. فهد الحميري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أفضل السلام. سمعت البرنامج والمداخلات الجيدة من الإخوة بخصوص الأفعال القبيحة التي يتجه التي تنتهجها جماعة الإرهاب الحوثية الكهلوتية. وعلى الرغم من كذا احنا المفروض ما نسمي جماعة الحوثية، لان حوث هي مدينة يمنية يسكنها اقيال، وليس جماعة تنتمي الى الهادي الرسمي. هم ليسوا من حوث، هم لا نسميهم الحوثة، لان الحوثة يعني هو رمز فقط، الناس تعرفوا عليه، رمز الى راس هذه العصابه فقط. هم جماعه لاحفاد الهادي الرسمي الذي اتى الينا بالارهاب والدماء وسفك الدماء واستحل اراضينا وقتل ابنائنا، وهؤلاء هم سلالته او احفاده، وما زالوا يمارسون نفس النهج الذي مارسه علينا اجدادهم، وهذه هي جزاءنا، لأن نحن من عطينا لهم الحق أن يفعلوا هذا. في الوقت الحاضر ما زال القبيلي هو الذي يؤيد ويقاتل في صفوف هذه الجماعة، ولم يعي للآن أنهم خطر على اليمن وعلى اليمنيين بتحريفهم من مناهج، باستخدامهم لمقدرات الدولة وإعلام الدولة بما يخدم مشروعهم السلالي الكهنوتي الذي يريد أن يعزنا إلى العصور القديمة، وإلى أنت سيدي وأنا الرعوي، أو أنت سيدي وأنا عبد لك، أو القنديل والزنديل. ولو كان يعني هؤلاء القبائل الذين ما زالوا للآن يؤيدوا الجماعة الكهنوتية أنهم ما زالوا يؤيدوا الجماعة الكهنوتية، الفرق الواضح في مسألة الجنائز فقط، ينظروا إلى مسألة الجنائز. الشيء الثاني، ينظروا إلى مسألة التعيينات التي الآن تنتهجها جماعة الحوثي. هل قد رأيتم أن جماعة الحوثي عينت قبيلي أو ابن قبيلي في مناصب سيادية في الدولة؟ لم يعينوا أحد، فقط يعينوا من هو من سلالتهم، سلالتهم تشفع.
انت والله شامي اهلا وسهلا فيك في اداره الصحه، انت متوكل، انت من بيت ابو طالب، انت من 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 من, من هذه، لكن انت قبيلي قيل يمني قحطاني حميري، لا خليك انت في الجبهه، اقتل عيالك وابنائك وجنب لنا، لا وممكن نسوي لك طاقم تهنجم لك يومين يومين ثلاث ايام، لكن من عينك؟ شكرا فهد. فهد انا اشكرك واعطي الفرصه لاتصال اخر. الو ابو عمار من حضرموت تفضل. كيف السعد يستي يعيش يا اخي، نستي احمد علي من جهه اليمن والشعب كله معه. ها طيب هذه وجهه نظر. وجهه نظر، شكرا لك ابو عمار. وناخذ اتصال اخر. الو، يعني شوفوا محاولة السيطرة على الإعلام هي محاولة السيطرة على الفكر، وإذا سيطرت على الفكر ممكن تحول السلوك، يعني إذا اقتنعت بفكرة ممكن تقتل. يعني هو الآن بيقنعوهم أنه أنتوا في مواجهة أمريكا وإسرائيل، وبالتالي أنتوا بتحرروا العالم الآن، فبالتالي هو ما بيصدقش حتى لما يشوف يمنيين في الجبهات من الجيش من القوات المسلحة، ما بيصدقش، يعني بيعتقد أنهم متنكرين. يعني ليش؟ لأنهم أقنعوه أنه هؤلاء أمريكيين وإسرائيليين اللي بيواجههم في الجبهات. أبو عفاش من أين؟ يا أبو عفاش هلا. نبدأ بصوت التلفزيون. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عفاش من السعودية ولا من أين؟ من السعودية. تفضل يا أبو عفاش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا سعودية كيف أخ عبد الولي؟ الله يسلمك أخي، تفضل. أنتظر مداخلتك. شكرا جزيلا. محمد الخالدي من ذمر، تفضل. يا أخي شنو تحب بزمان أنا إلى ما أدريت ما يشتي والله. طيب شوفوا السيل الإذاعات التي أنشأوها كلها محاولة للسيطرة على فكر المواطن. الإذاعات الطائفية محاولة أيضا ترويج للفكر. هم طبعا هم أضعف من أنهم يروجوا الفكر أو يقنعوا اليمنيين بعد 56 عام من الثورة بأنه يتراجعوا عن الحرية والديمقراطية، وأنه اليمنيين مؤمنين بأنه الإسلام هو دين الوسطية ودين التسامح، لا يمكن القبول بالتشيع أو التطرف أو الذهاب في أي جهة، لا، الإسلام دين السماحة دين الوسطية. ولذلك حتى القوانين حتى الدستور مستمد من روح الشريعة القانونية، ولا يقبل أصلا أي مزايد في البلد، لأنه هناك خطورة على الأمن القومي في أنه أنت تتحدث عن طائفية وسلالية، لأنه بتأسس لحرب أهلية، فبالتالي على الجميع أن يوقفوا ضد هذا المشروع. ألو. ألو عبد الولي. أهلا وسهلا، من معك؟ إبراهيم. إبراهيم من السعودية، تفضل إبراهيم. أنا صديقكم الدعم، أنا أتمنى على المتصلين أن يتداخلوا مداخلة ويطرحوا طرح قيم. نعم. ما نجلس اللت والنعجون فيها، أنا أقترح، أنا أتمنى، أنا أشتي، أنا أفعل. يطرحوا طرح نستفيد منه ويستفيد منها كأخنا هذه اللي اتصلت من مصر، طرح جدا رائع. صحيح. يتحدث عن ثورة ثقافية في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني. نعم، أنا نشتي طرح نستفيد منه، اللي ما يفهمش يفهم في الخارج وفي الداخل، ونشتي من أخواننا أيا كان يساهم معنا. أوجه الآن يسمعنا كل الكاسي والدان أن يساهموا معنا في طرح مصريين أو سعوديين أو سودانيين أو أي جنس يشترك معنا في طرح. إحنا نواجه مشكلة عويصة مش بسيطة. أنت معي في ذلك يا أخ عبد العربي؟ اللهم لا صعب إلا ما جلد له صعب. ها؟ إن شاء الله ربنا بيهونها وبتسهل بإذن الله.
ان شاء الله انا حكتي طرح يعني اسال الله ان يكون يسمعنا كل المستمعين والمشاهدين. طيب فين طرحك انت يا ابراهيم اليوم؟ فين طرحك؟ ها؟ فين طرحك اليوم؟ فين رسالتك؟ والله انا رسالتي اتمنى من الله سبحانه وتعالى. انا رسالتي اتمنى من اشكائنا، رساله اشكائنا السعوديين والاماراتيين ان يغيثوا الحديده وابناء التهامه. نعم. بقدر المستطاع ان يوصلوا لهم مساعده. هذه رساله واستغاثه لشعب الشعب اليمني كاطبه بحاجه، ولكن الحديده مهمشين. نعم. عايشين في صفيح. بعضهم الان ما ادريش هذا الصفيح ولا بطانيات ولا في كراتين، عايشين في رساله مهمه، رساله مهمه للجميع لكل من يستطيع ان يساعد الحديده. نعم. واهل الحديده. شكرا لك ابراهيم، واخذت اخر المتصلين. الله يكرمك. شكرا الله، شكرا جزيلا لك. اخذ اتصال اخير. الو، محمد من السعوديه، انت اخر المتصلين، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك عبد الله؟ الله يسلمك اخي، تفضل. اخي الكريم، احنا الحين المشكله هذه التي تتكلم عنها الاعلام وما الاعلام وان هذه اهم حاجه، أهم حاجة المواطنين الذي خارج سيطرة الحوثيين هذين. نعم. عليهم أن يحاولوا يا أخي قدر ما يستطيعوا أن يستجلبوا الشباب إلى المنطقة المحررة. لازم أنهم يروجوا لهم أن يجيبوهم إلى المنطقة المحررة، لأنهم داخل هناك مضغوطين يا أخي، مضغوطين يا أخي، كذلهم ماشيين معاهم هذه السلالة كأنهم سرطان متغلغلين في الناس كله. صحيح. يخلون البيت يتجسس على البيت نفسه. هل تصدق الكلام هذا ولا ما تصدق؟ يزرعوا في نفس البيت وما من نفس البيت، ايش رايك؟ صحيح. عرفوا يعني. المهم يا اخوي ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم فيها الخير. طيب شكرا لك ابراهيم. بقي اتصال معلق على الهاتف، واخر اتصال محمد الاهدل، ونوقف الاتصالات بعده. محمد تفضل. تفضل انت على الهواء. والله يا اخي بين العودي لما يزيد في القران هل هو يرجع عدمنا ذريه رسول الله؟ كمل. الو، انا اسمعك. انا زينب الذي زيد في القران وهو ابو مسيل والكذاب، هو الذي زيد في القران والشعر فيه وادرى على ذلك. نعم. سواء عيسى الفيل وما أدراك من الفيل، خرطومه طويل، ما قالوا لها جماعة اللي في الطائفة فمحمد القرآن وأخين قرآنك أنت. قبل يومين أحرقوا مسجد في جهران وأحرقوا المصاحف يعني عملوا فعل من أشهر. يعتبر ذا الآدمي ما هو شاء من بني الأهدل ولا له هو. نعم. شكرا لك محمد. أختم بهذا، وردا أيضا على من طرح بأنه الحوثي لا يزال لهم قبول، تذكروا كل الأسماء التي ربما ساهمت في الترويج والتسويق لفكر هذه الجماعة، والبعض حاول يصورهم بأنهم عندهم استعداد بأنهم ينخرطوا في المجتمع وفي المدنية، لأن كل هذه المجموعة خارج البلد وضد فكر هذه الجماعة. أختم بهذا وألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.